نكمل بجدد لقائنا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه، ولسه مكملين سلسله الحلقات اللي قلنا لحضراتكم عليها مع الاستاذه المتميزه جدا الاستاذه داليا عزام. اتكلمنا في الاسبوع اللي فات عن موضوع المشكلات الاسريه، النهارده موضوع جديد كنا اتكلمنا فيه عن المره اللي فاتت، ادينا نبذه صغيره عنه وهي بدايه الدراسه للاطفال، خاصه اذا كان الاطفال لسه في البدايه في اول مراحل دخول المدرسه، ازاي نقدر نتعامل معاهم وناهلهم لدخول المدرسه، ازاي نقدر نشيل رهبه الخوف منهم وهم رايحين المدرسه. النهارده موضوع مهم جدا، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم وتستفيدوا منه جميعا. بس اسمحوا لي في البدايه برحب بضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده، الاستاذه الجميله الاستاذه داليا عزام، استشاري نفسي واسري، اخصائي صحه نفسيه وتعديل سلوك. منوراني يا دكتور، وسعيده جدا ان احنا بنتجدد لقائنا النهارده مع حضرتك. ميرسي دكتور. طبعا جات لنا اسئله كتير جدا على الصفحه وكلهم مستنيين حلقه النهارده بالذات، ان هي بدايه دخول الدراسه وعندنا اطفالنا لسه في البدايه بقى من اول مراحل التمهيد والكيجوان، وعندهم بقى الاطفال ولادهم خايفين طبعا وعياط وماسكين في ماماتهم، فعندهم رهبه شديده جدا من الخوف طبعاً. فعايزين نعرف بقى من حضرتك ازاي ان احنا ناهل اطفالنا بالذات الصغار سن صغير لموضوع المدرسه. هو الاول قبل ما ناهل الاطفال لازم ناهل الام الاول، لان هي بتبقى هي القلق بتاعها هو اللي بيتنقل للاولاد. اكيد طبعا لما الاولاد بيتولدوا تبقى قاعده خايفه طبعا، وهم لسه صغيرين بقى، طب هيروحوا مرتبطه بيهم ومرتبط بيهم الاولاد جدا. انا بمهد اصلا للمرحله دي من اول ما الاطفال بتتولد، ان انا بتعامل مع الاولاد ازاي، احتياجاتهم واخدينها كامله ولا لا. احنا دايما لما الطفل يتولد بنركز قوي ان احنا نديله تطعيماته ونديله اكل معين ونركز جدا مع جدول التطعيمات، وبننسى حاجه معينه جدا مهمه، احتياجاتهم النفسيه. دي نسميها التطعيمات النفسيه، لازم نكون مركزين فيها جدا ان هي كمان ياخدوها. يعني ايه؟ يعني احميهم ازاي واحمي صحتهم النفسيه، عشان لما ابتدي اسيبهم يدخلوا المدارس او ينفصلوا لاي سبب ابقى مطمنه ان هم هيعرفوا يتعاملوا. ما يبقاش عندهم رهبه ولا خوف ولا فوبيا. يبقى شخص سليم مستقل، ما عندهمش قلق، ما عندهمش خوف، ما عندهمش رهاب اجتماعي او ان هم منزويين. الحاجات دي بنقول عليها سريعا او التطعيمات 8 حاجات، هي الحب، والحب ليه 5 حاجات. احنا كنا اتكلمنا ان احنا بنختار الطريقه اللي اقدر اوصل بيها مشاعري للطفل. الاهتمام والتقدير والاحترام والثقه، كل الحاجات دي لما بتتحط مع بعض بتحمي الولد او البنت من الاضطرابات النفسيه اللي منها القلق والتوتر. لما باجي ابتدي افصل الولد عن الام، اول انفصال بيبقى الفطام. الفطام الاول اللي هو فطام الرضاعه، ودي مرحله مهمه جدا حسب المدرسه التحليليه لفرويد، قال ان دي من اول المراحل اللي بتشكل فيها شخصيه الطفل. المرحله دي لما بنيجي تبقى كويسه والولد بصحه نفسيه كويسه، اما نعمل الفطام الثاني اللي هو الدخول المدرسه، وده بيتسمى الفطام الثاني فعلا، لازم ابتدي امهد. التمهيد مش ان انا قدمت في المدرسه فابتدي امهد، لا، من قبل كده بكتير. الولد يكون الاول فاهم يعني ايه في دراسه، ممكن يكون من اخواته الكبار او من اولاد العم او من اولاد الخاله، او لو ما فيش دول في المحيط ممكن افرجه على الاولاد من البلكونه وهم رايحين المدرسه وراجعين من المدرسه. قبلها بفتره طويله ابتدي انمي عند الولد يعني ايه يقدر يدخل الحمام لوحده، يعني ايه مهارات الذاتيه، يعتمد على نفسه، يغسل وشه. ابتدي اخلي الولد كمان يقدر يعمل علاقات، يعني في النادي، في منطقه الالعاب، في مكان عام. يبتدي اقول له اتعرف على صاحب من سنك، روح اتكلم معاه، علشان لما يدخل الفصل ما يبقاش فيه ديول بالنسبه له ناس غريبه مش هيعرف يقعد معاهم، لا، يعرف ازاي ان هو يبقى عنده المبادره في تكوين صداقات ويقدر يتعامل مع الناس. قبلها ابتدي اخده افهمه يعني ايه بقى هنقدم مدرسه، يعني يجي معايا مره واثنين وثلاثه، يتعرف على المدرسه ويتعرف على المكان، يفهم يعني ايه فصل، يعني ايه هيجي يقعد هنا. ودايما ابقى بتكلم في البيت ان دي بتبقى فتره مؤقته بتمر بكل الاولاد، ان ده مش انفصال، ان انت بتبعد عني لاي سبب نفسي اخر، لان بيبقوا في دماغهم ماما جابتني هنا علشان مش عايزاني، ماما جابتني هنا عشان هي متضايقه مني. او في اطفال بتفكر كده فعلا. الطفل من اول الفطام اصلا الطبيعي اللي من الرضاعه بيحس ان الام اللي هي مصدر الحياه بتبعد عنه، فبيحصل عنده خوف من الفقد. فلازم انا اطمنه ان انت بتروح وقت معين وهترجع تلاقي ماما مستنياك ومجهزه لك حاجات بتحبها، واما يرجع فعلا يلاقي الكلام ده ما يبقاش كلامه خلاص.
عشان يبقى فيه ثقة. عشان يبقى فيه ثقة قبل المدارس لازم يكون الولد عارف مكان المدرسة، مش بيجي معايا ان انا بقدم ورق، لا المدرسة بتاعته لازم تبقى بالنسبة له وجه مألوف، لازم يكون عارفها وعارف ان لما هيسيب ماما ويسيب البيت هيقعد مع الميس فلان دي، مش ان هو قاعد معايا كده وخلاص. لما نيجي نبتدي بقى الاسبوع اللي قبل المدرسه بالظبط، لازم اهله ان في حاجات هتتغير، من غير ما اقول له بقى بص انت هتنام وتصحى في ميعاد معين ومش هتلعب، نبدا نخوفه بقى ونعمل له فوبيا. يحس بقى ان هو يعني هينعزل في حياه صعبه. لا بالعكس، ده انت هتروح تلعب وهتقضي وقت لطيف، هتتعلم حاجات معينه، هتعرف تكتب اسمك، تعرف تعمل زي ماما وزي بابا. ابتدي اجهز مكان حلو لطيف، مكتب عليه رسومات بيحبها، نبتدي نجهز نحببه في الموضوع، يحب ان يحس انه احتفال، وينقي الحاجه اللي هو عايزها مش اللي انا شايفه انها مناسبه. ما نخسفش عليه في حاجه. يعني الولد مش عارف عايز ينقي اي حاجه لونها بينك او زهري او احمر، لا دي الوان البنات، لا ساعتها مفيش حاجه اسمها الوان بنات والوان ولاد، لا هو ينقي الحاجات اللي هو فعلا عايزها. منها ان انا بنمي عنده حريه الاختيار والتعبير، وان هو يبقى فعلا شخص مسؤول عن احتياجاته، ومنها ان هو يحس بالفرحه دي. لازم انظم مواعيد نومه ومواعيد اكله، ونقلل الزيارات شويه، نقلل الخروج شويه، عشان ما يبقاش فجاه من سفر ولعب وخروج وعزومات ونادي فجاه، لا انت هتنام النهارده عشان بكره في مدرسه، لان كده هيبقى بالنسبه له عقاب. مش هيبقى بالنسبه نبدا معاه بالتدريج، حاجه بالتدريج وبدون وعي. احنا النهارده مثلا هننام بدري، مفيش طفل هيقول لك مثلا ما جالناش ضيوف النهارده، يعني نقلل الزيارات على قد ما نقدر، بحيث ان الجو العام ان انا بعمل له روتين هيقدر يتعود عليه من غير ما اكون مركزه عليه. طيب الولد والبنت ابتدوا يسالوا كتير، يعني ايه وانت هتبقي بتعملي ايه، وهتبقي مش هتبقي قلقانه عليا. اطفال كتير بيبقوا حاسين ان الانفصال ده فيه حاجه وحشه، فلازم اتكلم بلغه مناسبه لطفلي، تطمنه تفهمه، ما زهقش من الاسئله، وانت مش اول طفل ولا اخر طفل هيروح الحضانه، ولا نزعق بقى ولا نص لا 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 ولا خالص، الحاجات دي، لان ده هيحصل ارتباط ان المدرسه معناها ان ماما بتتحول، فيها زعيق وفيها تنشنه وفيها تسكات كتير. لا كل ده بيتنظم من قبلها. فاول يوم دراسه اللي هو دايما بتبقى مشكله، بالذات مرحله فعلا تبصي كل الاطفال بتعيط. انا ابني كيجي. كان منهم والله، كان كل الاطفال هتعيط، لان قلق الانفصال ده فطره. يعني انت الام بيبقى صغير جدا، مجرد ما الام تدخل المطبخ او تسيبه مع حد يبتدي العياط، لان ده بدايه مرحله القلق والتوتر. ماما مش موجوده يبقى في عياط، يلا عشان تيجي. فانا هبقى عارفه ان ده هيحصل، بس لو انا مهدت صح زي ما احنا قلنا، ابتدي اعمل بالتدريج الانتقال من مرحله البيت، اسيبه فترات بسيطه مع تيتا، مع نانا، مع اخت كبيره، نص ساعه انزل يتعود ان ماما ممكن ما تبقاش موجوده قدام عينيه. ونجهز حاجتنا زي ما اتفقنا. تاني حاجه ان اول يوم لما هيروح يقابل المدرسه اللي هو عارفها، هيبقى في نوع من الاطمئنان. يبقى تاني نقطه انه يقعد، دي اهم حاجه فعلا يا دكتور، ان احنا لازم نعرفه على المس قبل والكلاس وشكل المدرسه، يعني ايه هيقعد على الديسك. هو مبيبقاش ديسكات في كيجي، بتبقى اللي هي التيبلز والتشيرز صغيره، بس يبقى عارف شكلهم، يعني بحيث انه لما يدخل ما يبقاش مكان غريب. لما يقعد مع حد هو عارفه في مكان هو عارفه، القلق بيبقى بيقل، اقل شويه. النقطه الثانيه اللي بتحصل ان الام بتمشي فجاه، يعني تستنى مثلا ينشغل مع المدرسه او مع زميل وتختفي، ده غلط. انا لازم اكون مفهماه ان انا هقعد معاك وقت، والوقت ده بعد شويه انا هروح او همشي، مش انا قاعده بره ومستنياك، لان ده بيبقى بالنسبه للطفل كذب وفقد ثقه، وفقد ثقه بعد كده ما عادش يصدقها. طبعا خلاص انا اتفقت معاه وماشيه، فالولد عيط او البنت عيط، ما رجعش خلاص، لان هو لو اخذ من اول يوم ان لو ماما لو عيطت فماما هترجع، فخلاص بقت دي الطريقه. احدد معاه الميعاد اللي هيرجع فيه في البيت. ولو انا عامله وهرجع اخده من الحضانه، ما اقولوش ميعاده 2 فانا هجي لك 2:30، فهو يقعد نص ساعه او مستني. ساعه قاعد لوحده مستني. لا المفروض يبقى الميعاد اللي اقول له عليه انا اروح له فيه. اولا ما يقعدش لوحده، ما يبقاش حاسس بالوحده والخوف، عشان يحب يجي تاني، لان هيبقى بالنسبه له عمل صحاب
وعمل علاقه مع المدرسه وارتبط بالمكان، لكن بيخاف لان ماما ممكن تسيبني او ماما بتنساني او ماما بتاخر عليا. فالكلام ده لازم يكون عندي ميعاد معين اخده، الميعاد اللي انا هو خلاص كلمه انا جاي لك اتنين هي اتنين اليوم، يبقى انا هستلم الولد. بعد كده في البيت لما يروح لازم يلاقي اجواء مختلفه، لازم وحشتني، لازم طمني عليك، انا بحبك جدا، لازم يحس ان هي مرتاحه لان قلقها وتوترها. وفي امهات اول يوم بتعيط هي بدل ما ابنها. انا والله كنت بعمل كده. طب ما ده ماما نفسها خايفه. يبقى انا في مكان مش مامون. بس هما بيقعدوا يعيطوا بيخلوني اعيط معاهم. انت بتعيطي من مبدا وهو شايفه حاجه تانية. هو شايف ان ماما خايفه عليا يعني. فده مكان مش مامون. دي نقطة مهمة جدا، يعني دي الخطوات اللي لازم نعملها قبل الدخول وفي أول يوم، ولو بيمتد يعني نقول أول أسبوع بالذات. تمام. اتفضلي. قبل الدراسة دايما بنبقى شايفين إن الولاد داخلين على امتحان. والله أنا مش عايزة أقطع حضرتك خالص، يعني أنا يعني بسمع حضرتك بكل أذان صحيح، يعني حتى الأسئلة ما شاء الله حضرتك متراسلة بتقولهم ورا بعض ما شاء الله عليك، ربنا يعني يخليك. خبرة حضرتك. اتفضلي. في حاجة مهمة إن الولد في السن او البنت في سن ما قبل المدرسه بتلاقي عنده لعبه محببه ليه قوي، ما بيروحش حته من غيرها. مهما كانت بالنسبه لنا مكسره ولا وحشه، اذا كانت عروسه او عربيه، بس هي بالنسبه له حلوه وجميله وعزيزه عليه. لازم تبقى معاه في الحضانه اول يوم، لازم يبقى واخدها معاه لانها هتشعره بالامان، هتشعره بالبيت. دي نقطه مهمه. احنا امهات كتير بتقول لك عشان اعوده ان المدرسه ما فيهاش لعب. لا، ما هو ما فيش حاجه اسمها ستيب نقله كامله، هي بتبقى لازم تكون بالتدريج، ولازم الولد يكون حاسس بالامان. احنا دايما بنقول للامهات كمان يوميا نوعي في الحاجه اللي بتحطيها معاه من البيت. لعبه زي بيحبها، عربيه صغيره، عروسه، سيبيه يختارها. ودايما قولي حطي له قلب احمر، ستيكر، ان هو يبقى حاسس ان ماما متصله معاه من البيت. قبل الحضانه دايما بنعلم الولاد اسمك واسم ماما واسم بابا والالوان والارقام، عشان لما تروح المدرسه ويعمل الامتحان يبقى عارف. في حاجات اهم من ده، الحاجات دي اللي بتنمي المهارات اللي هستخدمها في المذاكره. يعني انا عشان ابني يقعد في الفصل لازم يقعد منتبه، عشان بعد ما هينتبه هيدرك عقله الحاجه اللي اتقالت، وبعد ما يدرك هيحطها في الذاكره. بعد ما يحطها في الذاكره هتبقى سهل استدعائها والتعامل بيها. ده بقى فعلا يا دكتور اللي هو ازاي نقدر ان احنا نساعد ابننا على النجاح والتميز، يبقى ازاي متفوق اول كيجو. هل هجيب بقى ورق وقلم وكتب وتعالى اقعد ذاكر؟ لا. في السن الصغير بنعمل كل الحاجات دي باللعب. عشان ازود الانتباه، انا ابني قاعد طول النهار على التاب مش سامعني، اما بكلمه بيسمعنيش. طب تعالوا نلعب ايه؟ كراسي موسيقية. انا بزود هنا الانتباه السمعي اللي هيحتاجه في الفصل. تعالوا نلعب. طبعا سنتين وثلاثة بالليزر زي القطط بالظبط، عشان يتابع النقطة فيقدر يركز مع المدرسة وقت اكتر. يا دكتور يعني فعلا حاجات فعلا مميزة جدا. العربيات بتاعة الاطفال اللي بتشتغل بالريموت وبتنور، انا اقدر استخدمها في جذب الانتباه. ان الطفل يتبعها، انا هحركها وانت اجري وراها زي ما يتابع المستر في الفصل، فيبقى عندي بزودت فتره الانتباه. يعني انا عندي اطفال اللي بيواجهوا صعوبات التعلم ما يقدرش يتابع المستر دقيقتين ثلاثه على بعض. يركز دقيقتين وبعدين يلتفت لزميله وللقلم وللساندوتشات. صح. عشان ازود انا الفتره دي لازم اعمل الانشطه دي. تعالى هننقل الكور الملونه دي من هنا لهنا. وليك جايزه، وابقى مجهزه له الشوكليت بتاعته او الحاجه اللي بيحبها. فهو هنا تركيزه بيستمر وقت لحد ما يخلص الحاجات اللي هنا لهنا. وكده بديله حافز واحنا بنلعب. ما بقولوش وكده دربته بدون اوامر، بدون زهير، بدون شخط. في قلم ليزر بيبقى بيدي اشكال في السقف، رسومات. ما عنديش فلاش الموبايل، اعمله على السقف وابتدي اعمل اشكال بايدي عشان يركز ويفكر فيها. ويقول ما شاء الله يا دكتور. تمام. النقطه مهمه جدا، الكتب بتاعه التلوين. احنا ما بنجيبهاش عشان نشغلهم او عشان يقعد يلون فارتاح منه شويه. لا، بننمي عندهم موهبه برضو. لازم الكتب دي يكون ليها علاقه ببعض. يعني اقول له السمكه والبحر، المعلقه والطبق، دي اسمها العلاقات. دي بتزود عندي مش التركيز والادراك فقط، لا، هي بترفع عندي حل المشكلات والعلاقات. لانه يبقى فاهم ان ده بستخدمه لده. لو انا لقيت مشاكل بتقابل اطفالي قبل مرحله الدراسه انه يقدر يعرف العلاقات دي، ساعتها لازم انتبه. هنا في مشكله. ممكن المشكله اساسها ان الولد ما بيتكلمش كتير.
الولد الاولاني مثلا وماما بتشتغل وبابا بيشتغل، فانا سايباه مع تيتا وجده، فتيتا وجده طول الوقت ساكتين فما بيتكلمش كتير، فبالتالي الطفل ما عندوش مهارات لغويه. ما فيش مهارات لغويه. تمام. المهارات اللغويه دي من اهم حاجه تجهيزها للمدرسه. ان احنا نقعد نتكلم معاه كتير. لازم يكون الولد عنده محصول لغوي متناسب مع سنه. لو انا لقيت ابني داخل 3 سنين وما عندوش 3000 كلمه في محصوله اللغوي، يبقى انا عندي هنا تاخر لغوي. يعني ايه؟ لازم اشتغل. طب تتعامل معاه ازاي بقى يا دكتور؟ اشتغل بقى، نجيب قصص ونجيب الوان ونجيب ورق وده كذا. تبدا تتعامل معاه وتتكلم معاه كتير قصص. مش انا هقول قول كذا اعمل كذا، لا، لان الطفل بيرفض. لا، بالحب وباللعب، الاوامر بالظبط، باللعب. نتكلم ونحكي واتكلم معاه واخليه يرد عليا واساله، مش تحقيق بس لعب، ونجيب قصص ونلون ونكتب. زمان كنا بنرسم قطه ونقول له تعالى كمل الديل او ارسم الديل، او ارسم الديل فعلا. لا، احنا هنسيبه، ايه اللي ناقص؟ شوف ايه اللي ناقص في الصوره اللي عشان قدامك، نشوف قوه التركيز وقوه التركيز واستدعاء المعلومه. تمام. تمام. اعرف الكلام ده كله قبل ما ابني يروح المدرسه. تمام. عشان بعد ما يروح ما لاقيش صعوبات واقول انا ما خدتش بالي. يبقى انا كده حضرته وجهزته ان هو يدخل على خلاص، انا داخل وفاهم الدنيا فيها ايه، وعارف قدرات ابني. ما جيش يدخل المدرسه اقول ده متاخر واصحابه شاطرين. طب احنا اتاكدنا من نظره واتاكدنا من سمعه. احنا دايما بنقول ان الطفل محتاج نظاره بعد كي جي 1. ليه بقى يا دكتور؟ اشمعنى بعد كي جي 1؟ لانه ما بيحتاجش ينقل من مكان بعيد. زي البورد. زي البورد فعلا. قبل سن الدراسه. ليه؟ لان احنا بنهمل الكشف الدوري على العينين والكشف الدوري على الاسنان. ودي حاجات من الاساسيات، دي لازم سنويا. دي اساسيات اصلا. زي ما بجهز اليونيفورم وجهز الشنطه وجهز ادوات المدرسه، التشيك اب على الاسنان والعينين والسمع ده سنويا. بحيث ان لا قدر الله لو حصلت عندي مشكله فانا ابقى عندي وعي بيها واقدر. هما فعلا بيكتشفوا موضوع النظر ده بعد فعلا دخول المدرسه. فعلا ما بينقلش صح. ايوه، ما بينقلش صح. الخط مش وحش، مش شايف كويس. مش شايف، وممكن بطيء. يكون كان محتاج نظاره من قبل كده بكتير. النقل من على البورد حاجتين، يا اما هو عنده مشكله في النظر. فانا لو اتاكدت ان نظره سليم او النظر فيه مشكله ولبس نظاره، لازم اتاكد من مده الانتباه اللي احنا قلنا عليها في نقل الاشياء. او ان انا اسمعه موسيقى. في اطفال نقول لها ايه، طول ما انت سامع الموسيقى سقف. فبينفذ. لكن وانس انك وقفتي الموسيقى ممكن ما يركزش، تلاقي الطفل لسه بيسقف لان هو عمل الخطوه ومش مركز سمعيا مع الحاجه. فاستخدام الحاجات دي في البيت بترفع جدا مدة التركيز. لكن ان انا ازود المدة دي مهمة جدا. لو انا لقيته بينقل غلط، يبقى انا عندي مشكلة انه لما النظر. بيبص في الورقة ويبص تاني على البورد كويس. بيفقد تركيزه وبيعرفش هو كان فين. لا، احنا اتفقنا ان هو سليم نظريا. لكن مش مركز. عنده مشكلة في التركيز. يبقى انا هنا اشتغل على مدة التركيز. لو لا قدر الله المشكلة دي قوية، ساعتها لازم نروح مركز للجلسات. يعمل الحاجات دي وعن طريق اللعب برضو، بس هما بيبقوا قادرين يعملوها تدريجيا بشكل طبيعي. من الحاجات دي اللي بتخلي الطفل يقدر يتميز في المدرسة. ويبقى فعلا يبقى متفوق. يبقى انا كده يعني خلاص جهزته ان هو يبقى متفوق وعارف يعني ايه يقعد في الفصل. يعني عارف لما يسمع صوت المدرس انه هيسمع، عارف لما هيبص على البورد هيركز ان هو ينقل. تمام. احنا في بعد كده المتاهات اللي كنا بنرسمها، وصل الارنب للجزره او وصل القطه. دي مهمه جدا في استمرار دي تركيز الولد. دي بتنمي برضو تركيزه يا دكتور. التركيز ان هو يفضل مستمر لحد ما يؤدي المهمه دي. مهمه جدا في التركيز، مهمه في حل المشكلات، مهمه في التفكير. طب احنا كده يا دكتور يعني خلاص احنا بدانا نجهزه وهو خلاص يعني الموضوع بقى معايا. تمام. اوكي. بس في برضو جات لنا يعني اسئله على الصفحه. امهات كتير جدا يا دكتور يعني مهما نتعامل مع اولادنا بالطريقه اللي حضرتك بتقولي عليها، برضو عندهم كراهيه وفوبيا جامده من المدرسه ورافضين المدرسه، فهي تتعامل معايا ازاي؟ اعرف الفوبيا دي ليه. بيتعامل هناك بعنف، اصحابه بيضايقوه. يعني ظاهره التنمر اللي ظهرت الفتره اللي فاتت وزادت. الام نفسها ما جهزتوش صح. الام نفسها متوتره، بيرجع من المدرسه نبتدي تنشنه وعنف في عمل الواجب. يعني تجهيز مكان المذاكره ده هو اللي يقدر يخلي الولد متقبل الفكره. هو مختار الديسك لطيف، مختار ادواته. ساعه القعده على المذاكره بقى ما فيش الزعيق والاهانات والضرب. لازم اكون مجهزه. انا ماما انا عايزه اقوم اروح الحمام، ماما انا عايزه اشرب، ماما انا عايزه اكل، ماما انا طب هروح مش عارف ايه، لا بطني بتوجعني. كل الكلام ده معناه ان التركيز فيه مشكله، الانتباه فيه مشكله. فانا هزود الانتباه. طب لو انا بعمل كده والولد لسه بيكره المكان، طب بيكرهه ليه؟
لازم اقعدي نشوف اتكلمي معاه، لازم نشوف اتكلمي معاه. الاول النقطه اللي هو مش حابب. طب سريعا كده دكتور معلش، انا اسفه الوقت ولا قرب يهمك، ينتهي دايما للاسف. بيجري معاكي الوقت والله يا نايا. الحلقه جميله، انا اصلا بص حضرتك مش عايزه اقطع حضرتك خالص طول ربنا الحلقه بجد يخليك. يعني عشان استفاد بيك. سريعا كده دكتور حضرتك نصيحه مهمه جدا تقوليها لكل ام تتعامل بيها مع اولادها في بدايه الدخول الدراسه. في بداية دخول الدراسة هو أهم حاجة الأمان، إن هو يفهم إن هو مش منبوذ، لا ده أنا بحبك وإنت وحشني، وده موضوع عشان مصلحتك، الموضوع ده عشان إنت بتكبر زينا، وكل الأطفال بتروح الحضانة علشان تتعلم، إن الوقت ده هيقابله في البيت وقت مليان مرح ولعب وحب وأحضان وبوس والحلويات اللي هو بيحبها. كل حاجة نعملها له لأن هو يحببه في الموضوع. الترابيزه اللي بتجهز يبقى عليها فاكهه بشكل معين متقطعه برسومات، معاه بوتل ميه حلوه، كده بتدلعي كل الأطفال يا مش دكتور. بتدلع، هو لازم يحب الوقت ده الموضوع علشان انا لما هقعد ماما يقول ما انا شاء الله جعان عليك يا دكتور. هيلاقي سناكس، لان هو متغدي قبل ما نقعد، هيلاقي الحاجات اللي بيحبها. طبعا الافضل في السن ده انها تبقى خضار وفاكهه بشكل طبيعي، عصاير بيت، لبن، فكل ده الحاجات يبقى اللي تديله موجود حواليه، حيويات وتفيده. بحيث ان انت مالكش حجه تقوم، بس نقضي الوقت بوقت لطيف. اعمل بريكات كتير، مش هتقعد تذاكر 3 ساعات مع بعض او هنخلص الهوم، لا هنخلص ده وناخد بريك، والبريك يبقى لطيف عشان نقدر نرجع تاني. فالفتره دي هي بتبقى صعبه على الام والطفل، بس التعامل معاها صح تعدي بسلام ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده، ويحفظ كل اولادنا ان شاء اللهم الله يا امين يا رب، رب ويبعدهم عن اي حاجه وحشه يا رب. يا كل رب الاولاد كده ان شاء الله يستقبلوا العام الدراسي على خير يا رب. باذن الله الامهات يا رب. والامهات اكتر يا دكتور، لان هم اللي تهيئه بيعانوا. جو البيت اللي اساسه الام، ونبعد عنهم المشاكل، ان شاء الله تبقى سنه دراسيه يا رب بدون موفقه. مشاكل ان شاء الله. يحفظهم يا رب من اللهم الكورونا امين وكل يا رب حاجه وحشه يا كلهم رب ان شاء ان الله يا شاء رب. الله. حقيقه دكتور يعني الوقت جرى معاكي بسرعه والله، يعني انا اسفه لا والله. والله يعني فعلا انا الوقت بيعدي زعلانه، معاك بس ان بسرعه شاء الله ما نكمل الحوار مع حضرتك ان شاء في الله. موضوعات تانية باذن الله، تمام وهنتكلم ان شاء الله برضو مع دكتوره داليا. ان شاء الله نتكلم عن مشاكل الاطفال، وهي مشاكل الاطفال طبعا متعدده طبعا يا استاذه داليا، ما يعني بتخلص. باذن الله ان شاء الله نتولى مع حضرتك في موضوعات اخرى ان باذن شاء الله. الله باذن الله. بنشكر حضرتك النهارده ونورتينا وشرفتينا يا سيدي. اشكرك يا نير، شكرا تسلمي، ربنا لحضرتك. يخليك. ميرسي. مشاهدينا ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده بحلقتنا، وكل الامهات يا رب يكونوا استفادوا من حلقه النهارده، خاصه ان احنا بادئين على عام الدراسي ان شاء الله. يا ربنا يجعله يا رب عام دراسي بخير علينا جميعا، وسعيد على اولادنا وبصحه وعافيه يا رب، وعلى الامه الاسلاميه كلها اجمعين يا رب. بنشكركم مشاهدينا، وبنشكر ضيفتي اللي كانت منورانا ومشرفانا النهارده، صديقتي الجميله الاستاذه داليا عزام، استشاري نفسي واسري، اخصائي صحه نفسيه وتعديل سلوك. بنشكركم مشاهدينا، وان شاء الله مكملين مع حضراتكم موضوعات كتير جدا من خلال برنامجكم نور الحياه. شكرا لكم، كانت معكم نير الخولي، في امان الله.